مرحبا شباب، اخوكم سيف هنا. اول شيء اشترك بالقناه اذا انت ما مشترك وفعل زر التنبيهات حتى يوصلك كل جديدنا. ثاني شيء اذا تحب محتوى ردود الافعال والالعاب اشترك بقناتنا الثانيه اللي راح احط لك رابطها بالوصف. اليوم راح نبلش بسلسله جديده او برنامج جديد اسمه قصه من الواقع، راح نناقش بيها قصص من مجتمعنا، راح ناخذها من عندكم انتم متابعينا، وراح اترك لكم رابط صفحتنا على الانستغرام بالوصف حتى تتواصلون ويانا. اول قصه ويانا هي قصه بنيه عراقيه من محافظه عراقيه ما اريد اقول اسمها. هاي البنية حبت شخص واخلصت إله وهو ظل يلعب وياها، وبحجه انت زوجتي وانت يوم بيتي وانا راح اتزوجك واحبك واموت عليك ومن هالخريط، لحد ما لعب عليها بيوم من الايام واخذ عطريتها وظلت تركض ورا حتى يتزوجها وحتى يصلح غلطه. فهو اليوم وباكر وبعد باكر لحد ما بيوم من الايام امها لزمت تليفونها وكان دازلها رساله طويله عريضه. محتوى هاي الرساله انه ما مستعد يتزوج وحده غلط وياها بيوم من الايام، واللي تسلم نفسها مره تسلم نفسها 1000 مره. المهم الأم المتخلفة قرأت الرسالة من أنا وبلشت الصياح وصريخ منه، ولزمت بنتها كتل وضرب بدون أي رحمة، وهي تريد من عندها بس تسكت وتدور وياها على حل، ماكو أي نتيجة. وأبوها وأخواتها سمعوا وجوا عليها ولزموها وموتوها كتل من غير لا شفقة ولا رحمة، وعلى أساس أنه هي شيطانة وهم ملائكة وما حد بيهم يغلط، وحبسوها بغرفة لا تأكل ولا تشرب حتى حاجتها تكرمون تقضيها على نفسها. لحد ما اجى يوم اختها الصغيره انقهرت عليها وفتحت لها الباب وساعدتها حتى تطفر من البيت، وبالفعل البنيه بعد ما انفتح لها باب الحريه طلعت من غير اي تردد، طلعت بملابسها الوسخه وبدمعتها على عينها. المهم ورا ما طلعت شافت رجال كبير، ترجتها حتى يعطيها فلوس وحكت لها قصتها وقالت له اهلي اذا شافوني راح يموتوني، فكل اللي اريده من عندك بس فلوسك كروه اللي اروح بيها من محافظتي لبغداد لقرايبنا. فالرجال الكبير يكثر خيرا انطاها فلوس، وهي بنفس الهدوم الموسخة اخذ السيارة وطلعت بيها لبغداد، وراحت على ذولا قرايبها اللي موجودين ببغداد وحكت لهم قصتها. المهم قرايبها ساعدوها واخذوها يمهم لحد ما عاشت يمهم فترة بسيطة، وبيوم من الايام سمعت قرايبها دا يحكون ويا اهلها ودا يقولون لهم بدكم يمنا، فالبنية تخبلت وخافت منها لان هم يجون ياخذوها ويعيشوها بنفس المكان وتعيش نفس اللي عاشتها قبل، وهالمرة كانوا ناويين يقتلوها بعد ما قرايبها دروا ودروا بالمشكلة كليتها وانه هي انهزمت من بيتهم. فبليلة ما بيها أي ضيق ومر البنية انهزمت من بيت قرايبها وظلت تفتر بشوارع بغداد ما تعرف وين تروح، لحد ما جاعت كلش خطية وهي ما عندها فلوس، فقررت تدخل الواحد من المطاعم تطلب من عندهم أكل. فحكت ويا الكاشير وقالت له أخوي ممكن تساعدني، أنا هربانة من أهلي وما عندي فلوس أكل حتى وميتة من الجوع، إذا ما أكلت هسه فراح أقع من طولي. فأثناء ما تحكي ويا الكاشير كانت أكو مرة واقفة يمها ودا تسمع كل الحكي اللي دا يصير. المهم الكاشير انطى خطيه للبنيه اكل وخلاها تاكل، لحد ما اكلت وخلصت وطلعت من المطعم. فاجت عليها ذيك المره وقالت لها انا كنت اسمعك لما كنت تحكين ويا الكاشير وتاثرت بقصتك كلش لان انا وياك عايشين نفس التجربه. فقالت لها انا عايشه لوحدي، اذا تحبين تعالي عيشي يمي وانا ادبر لك شغل حتى انا وانت نعيش من غير ما نحتاج اي بشر، وانا اريد احد يونسني بالشقه ويظل وياي لان انا عايشه لوحدي. المهم البنيه خطيه طارت من الفرحه لان بنيه فقيره وعلى نياتها، فرأسا حضنتها وقالت لها يلا مشي خلي نروح انا وانت نعيش. فالمهم راحت البنية وياها للشقة وعاشت يمها فترة بسيطة، لحد ما لاحظت انه هواي رجال يجوها للشقة، رجال يوصلوها، رجال تطلع وياهم تروح وتجي وياهم. فسألتها قالت لها انت شنو شغلك بالضبط وليش ما اخذتيني اشتغل وياك وشنو نوع الشغل اللي انت تشتغلين بيه؟ المهم العينتين هاي المرة طلعت تشتغل بشبكة مال دعارة، وطلعت قاعدة توكلها وتشربها حتى تجهزها حتى تجيبها وتشغلها وياهم. فهاي المرة طلع وجهها الحقيقي، فقالت لها يا اما تشتغلين ويانا يا اما ناخذك لاهلك يا اما نموتك اصلا احنا بيدينا. وهم حبستها بالشقه وقامت تجيب عليها ناس بالغصب، والبنيه خطيه كانت بدها تموت بالبطيء. واخر شيء صار مصير هاي البنيه بمكان اسمه الطوائل، اللي ما يعرف الطوائل هو اقذر مكان لممارسه الدعاره في العالم كله، والحياه بي ما ترتقي اصلا الحياة الحيوانات، والبنات اللي موجودات بي هناك 99% كلهن هربانات من اهلهن بقضايا الشرف، واهلهن يريدون ينتقمون من عندهن. تدرون الصار بهاي البنية؟ بعد فترة من الوقت انتحرت وشمروا جثتها بالزبالة، وبعدين من نخذت العالم جثتها المستشفى عرفوا هي منو وصاحوا أهلها عليها وجوا استلموها. ليش وصلت هالبنية لهالحالة هاي؟ وليش احنا كمجتمع لما واحد بينا يغلط كلنا نصير ملائكة وهو يصير الشيطان الوحيد اللي عايش بيناتنا؟ ليش نحكم على الناس بغلط سووه بجهالة؟ ليش نوصل بناتنا اللي هم قطعة من رواحنا لهالمراحل هاي؟ ليش ما نوقف جنبهن ونفهمهن غلطهن؟ وليش ما نجيب حقهن بدل ما نقتلهن ونغسل عارهن؟ ليش ما ناخذ بايدهن ونخلي حياتهن افضل؟ ليش ننهي حياة انسان من ورا غلط؟ ليش منو احنا اصلا حتى نقرر منو يعيش ومن يموت؟ هذه رساله وطريق نجاتي لكل بنيه عدت بهاي التجربه. اول شيء اكو فيديو سويناه قبل فتره عن مواصفات الرجل المناسب اللي لازم ترتبطين به، راح اتركه لكم تشوفوه حتى لا توقعون بغلطه ممكن تدمر حياتكم. ثانيا اذا انت اوريدي مره بهاي التجربه ترى انت مو ملاك ولا شيطان، انت بشر
والبشر يغلط ويصيب. ربنا خلقنا هيجي وراح نظل هيج وراح نظل نغلط حتى نرجع لربنا ونستغفر حتى نحسن من وضعنا. ثالثا، اشتغل على نفسك وتعلم هوايات جديدة. اتعلم الشغل اونلاين، اكتب على اليوتيوب او على جوجل شلون اجيب فلوس من الانترنت. ادخلوا واسمعوا وطوروا من نفسكم، واذا دخلتوا وبحثتوا ما لقيتوا هذا الشيء بالمحتوى العربي اكتبوا لنا واحنا نسوي لكم فيديوهات تعليمية حتى تطلعون من الانطواء والعزلة اللي انتم بيها. لا تخلون هدفكم بس تتزوجون شخص ممكن يقبل بوضعكم هذا، ترى بالعكس راح يذيكم بعد اكثر واكثر، اذا مو بالبداية فبعدين بالمستقبل. اشتغلوا على نفسكم اكثر واكثر وطوروا من مهاراتكم وطوروا من حياتكم، وحطوا اهداف حقيقية لحياتكم واشتغلوا عليها بكل وضوح وكل صدق، وساعتها من توصلون ويصير عندكم فلوس ويصير عندكم نجاح راح اكبر شخص يتمنى يتزوج بيكم ويتمنى يرضيكم اصلا. اذا ما تعرفون التوجه وما تعرفون الطريقه الصحيحه اكتبوا لنا بالتعليقات واحنا راح نحاول نساعدكم بفيديوهات راح نسويها الفتره الجايه حتى نوصلكم البر الامان والمستقبل الناجح باذن الله. ولهنا خلص الفيديو شباب، اتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسونا من اللايك ومن الاشتراك، اكتبوا لنا بالتعليقات اذا تعرفت على بنيه وحبيتها جد وهي تحبك جدا وبيوم من الايام جت عليك وقالت لك انا مو بنت وعندي علاقه سابقه وخذت تجربه سابقه، هل راح تتزوجها او راح تتركها؟ نتمنى نسمع آراءكم بالتعليقات ونشوفكم على خير في فيديوهات جاية. سلام.